معمولة ازاي؟ شرائح إلى النحاس، أوكي؟ لو كانت المكنة صغيرة، مكنة يعني رخيصة الثمن، الإنجن بتاعها واحد كيلو جنيه، يعني مكنة تعبانة يعني، مش مكنة هيوج. فبيتصنع الكوميتيتور اللي بيجيب النحاس، طبعا بيبقى هارد جرون كوبر بيور نقي صلب، يتحمل الاحتكاك بتاع الرشد، الميتالورجي بتاع المعالجه مالناش فيها، لكن المهم الاخر مش اي حته نحاس يعني. ويجوا يلزقوها على رينج بادهيزي بالاسف، يعني كنسات مثلا دي كده ده المقطع بتاعها، وبعدين ملزوقين بقى كده. طبعا ماشيين كده حته كده، يعني لو هي دي حته هنا حته هنا حته هنا، وكل واحده معزوله عن اللي جنب منها حته باكلايت، يعني هم يبدو ان هم جنب بعض بس مش ملامسين بعض. خلاص؟ وملزوقين على الباكلايت ده باي بلاسك، بلاسك خاص يعني ما يفكش، مش امير مثلا، اكيد حاجات سبيشال، بحيث ان انا اثبت الستريب النحاس على الباكلايت بالعدد بتاعها، يعني مثلا 15 كوميتيتور سيجمنت 20 كوميتيتور سيجمنت يترصوا كده، زي ما تكون بتعمل سندوتش او جبنه كده جوه، والاخر ماسكه من اولها لاخرها اللي هو الكوميتيتور ايه؟ سيجمنت. خلاص؟ لو كانت المكنه اللي هو بقى السايز بتاعها كبير، الريت بتاعها كبير، مكنه غاليه بمئات الاف الجنيهات، مئات الاف الدولارات، ما بيتعملش بقى بالطريقه التعبانه، بيتعمل باستخدام حاجه اسمها الرايزر. ده بتبقى قطع نحاس محترمه واخده الشكل ده، ده بيسموه بيه الحمامه او طلع عصفوره ولا مش عارف بيسموها الدوفتين، وتيجي بيتعمل لها بص ده ثابت وده متحرك زي ما حاجه تقفل عليها زي ترباس، وده بيتحرك بمسمار. تروح حاطط الثانيه كل واحده معاها دي، يبقى دي متثبته هنا، والاخر ده اللي طالع ده اللي هيدخل فيه الايه؟ طرف الملف. جميل؟ يعني اللي هو اللي طالع من فوق ده اللي هو هيخش فيه الكليبس اللي هو الملف بتاعي ليه طرفين، زي ما هناخد الواين الطرفين، واحد هنا والتاني ايه؟ في الناحيه الثانيه، اللي لو كان ده عند نورس يبقى الثاني عند ايه؟ عند الساوس. فهمنا؟ بس في الاخر واحد هيبقى هنا والتاني اللي جاي من لف زي ما هناخد الواندي ملفوف معاه في الناحيه الثانيه. خلاص؟ المهم دي الطريقه اللي بنثبت بيها الكوندكتورز في الكوميتيتور سيجمنت، يا باستخدام لاصق يا باستخدام الميكانيزم اللي قدامك ده اللي بيسموه الرايزر ميكانيزم. خلاص؟ طبعا لو المكنه غاليه هيبقى ده ضخم وتقيل، لان لو ده بقى بيشيل مئات الامبيرات غير لو بيشيل 2 3 امبير، مش كده ولا ايه؟ المقطع والجوده والكواليتي كل معتمد على الريتنج بتاع المشين. هل دي مكنه انا رايح دافع فيها 70 جنيه ولا دافع فيها 2 مليون جنيه؟ دي حاجه ودي ايه؟ حاجه، مش كده؟ زي عربيه ب 50,000 وعربيه ب 3 مليون مثلا، يعني مخنا جاي 3 مليون، هو فيها اقل كده كتير يعني. في مثلا عربيات 30 مليون. فاكيد مش زي عربيه يرضى بره دي حاجه دي حاجه. خلاص؟ في الكلام ده اللي مكتوب. خلاص؟ متخيلين السيستم ماشي ازاي؟ والصور هي واضحه جدا. وانا هنزلها لكم النهارده عشان لو تقرا. The commutator is made up from a number of hard drawn copper segments. يعني نحاس مسحوب مقسم عشان يتحمل الايه؟ البرج ما يتاكلش. ما هو لو هو صفر هيتاكل. والكمبيوتر ده هو حياه الماشين. لو باظ بالسلامه. Forming a cylinder rotating with the shaft full stop. For small machines, this is achieved by mounting the segments on a baculite frame fitted on the shaft. The segments are installed or insulated from each other and fixed
اون ذا بكالاي ترين يوزنج ادهيسيفز، استخدام ايه؟ اثبتها بلزات. خلاص؟ فور ماشينز ويز هاي ريتنجز، ماشين ده كبيره. The commutator is assembled اللي يتركب from commutator segments shaped as shown. اللي the segments are fixed into two guides. اهو two guides، ادي جايد والتاني. ماشي؟ يعني مرشدين. Two guides as shown in figure and insulated from each other and from the guides using mica paper. المهم تبقى معزوله عشان ما تكهربش اللي ايه؟ اللي حواليك. وده الشكل الايه؟ العام ده. شوفوا دي بقى مكنه ايه؟ واتقفلت. ها؟ ماشي؟ ادي بقى الكومبيوتر سيجمنت الجميل هنا مرسومه، هي متصوره فباين بقى العمق، وادي الايه؟ الكومبيوتر سيجمنت ايه؟ واللي نازل ده من فوق هو ايه؟ اطراف الملفات اللي هتخش في الكومبيوتر سيجمنت في مكانها المناسب. لما هناخد في الوان هنبين ايه مكانها المناسب. يعني احنا بنشرح حته حته. يعني انا بتكلم على الكمبيوتر بس، مش بنتكلم ازاي هنوصل عليه. هشوف لسه. خلاص واضح كده؟ وهنا مبين لك تاني الفكره بتاعت اثنين كمبيوتر سيجمنت ودي براشز. نفس ده اللي احنا شرحناه في الاول، ها؟ اللي هو الفات. بس دي مكنه متجمعه، بص بقى، شوف ده مكنه ضخمه بقى، قد ايه؟ والمسامير بقى اللي متربطه قدامها، شغلانه. مش يعني لما بتبقى مكنه يعني كبير ده بيطلب ويقول له مثلا هستلمها بعد 6 اشهر. مش ما عندناش مكن قاعد زي ده كده مستني حد يجي يشتري. ده بيتعمل سبيشال لريكوست معين. زي عايز طياره، افرض انك عايز تشتري طياره، مفيش مفيش مكان تروح تشتري من الطياره دي. مفيش حاجه انا معايا فلوسي كاش خد، مفيش. فاهم ازاي؟ هحطك في لسته، لان احنا ما عندناش طيارات واقفه في المدرج لما يجي واحد ياخدها ويطير بيها. ما عندناش العربيات الغاليه قوي رولز رويس وبتاع دي بالطلب. ما عندناش طيارة عربيات كده واقفه غاليه ومستنيه واحد يجي عجباه ياخدها ويمشي. ما فيش. لكن عربيه عاديه بقى من الفاست ده تخش تاخدها من اي معرض وتمشي. اوكي؟ فالمكن الكبير ده بيتعمل سبيشال متفصل مخصوص، فبياخد وقته فيقعدوا يشتغلوا فيها خمس ست اشهر طقم جامد كبير، والاخر يقول لك جاهزه تعالى خد. يقول لك الاختبارات ودلوقتي الضمان، يبعت واحد متثبت متاكد انها مترتبه مظبوط، لان حاجات غاليه مش واحد يروح مش بتاعت واد، مش كاتش ماشين فيها خلاط بتاع بايظه تاخدها تروح مش عارف تحط الرمل تجيب واحد بدال. مفيش. اوكي؟ كلام واضح كده؟ ووظيفته زي ما قلنا ايه؟ ده ميكانيكال ريكتيفاير. حاجه من الاثنين، يا هاخد الفولت اللي خارج منه بعد ما يبقى ريكتيفايد، يا اما هدخل عليه الكرنت لو كانت المكنه هتشتغل نقطه، فهو يا بيكولكت يا بيكوندكت. ها؟ يا بيجمع يا بيوزع. بيجمع لو كانت المكنه هتشتغل جنريتي، وبيوزع لو كانت المكنه هتشتغل ايه؟ بيوزع على جوه. Commutator is a mechanical rectifier which converts the alternating voltage generated in the armature winding into direct voltage across the brush. خلاص؟ على اطراف البرشز قلنا يبقى في ايه؟ دي سي. جوه على اطراف الملف من الداخل ايه؟ سينسويبل. Alternating positive and negative. تمام؟ It's made of copper segments insulated from each other by a mica and mounted on the shaft of the machine. The armature windings are connected to the commutator related segments. The winding اللي هنتكلم عليه هيبقى واصل على ايه؟ على السيجمنتس بالطريقه اللي هنشوفها كمان شويه. خلاص؟ ليه كده؟ الصوره واضحه ومبينه يعني عشان اللي مش متخيل. بعد كده بقى البراشز اللي هي حد ايه؟ اللي هاخد منها او هديها. ها؟ هاخد منها لو المكنه جنريتور وهديها لو المكنه ايه؟ موتور. البراشز دي ايه بقى؟ هي اساسا بيصنعوا فرش كربونيه. يعني ايه؟ يعني اساسها الكربون، بس مش الكربون بتاع قلم الرصاص ده اللي هو كل شويه عايز تبريه. لا، كربون مقصب بمعادن سديده.
تبقى كربون مع براده من النحاس، براده مع الالومنيوم، حاجات ما بتصديش ومعموله كده طبخه. عمرك حد راح مثلا يشتري مره رش لكيتشن ماشين، رش تحتها التابلت، عربيه لو ربنا فتح عليك ورحت تصلح المرش او الدينامو وطلع كده وشفت للمكنه الصغيره البرشز دي حته كده سودا ماشي، اللي هي السليكه اللي قلنا عليها دي بتنصهر وتتصب وتطلع ايه هوموجينيوس. واثناء ما هي وهي سائله هتتجمد، معدن هينصهر هيدوب هيبقى سائل، يتساب يبرد هيتجمد. فبنروح غارزين فيه ايه؟ الطرف النحاس اللي هوصل عليه. وانا ازاي هربط على الكربون يعني؟ لا ده هي بيبقى وهو منصهر بصب، بصوا اهي ليه؟ شايفين ده؟ اهو ده الطرف النحاس وبيبقى مرن عشان ما ينفعش يبقى صلب بيتقطع. يعني بيبقى عباره عن نحاس مجدول شعر ها؟ بحيث انك تمسكه ايه؟ فبيسموها حتى هم وحاجه قصيره كده يا دوبك قيمه يا بص دي مصبوبه هنا ولها طرف اللي انا هوصل عليه، شايفين؟ الطرف ده مربوط في الكربون ده من السيركل واير النحاس المرن الشعر ده المجدود. وبيسموه هم بيج تيل، بيج اللي هو خنزير. انت عارف الخنزير لا ايديله ملولو كده وهو صاير كده. ما اعرفش ايه فايدته ماشي خلاص. فهم بيسموها بيج تيل يعني شبه ديل الخنزير. خلاص. ومحطوطه في الهولم. انا همسكها بايدي كده على طول على طول. فمتثبت محطوطه في جراب والجراب ده متثبت زي ما شفنا في الرسمه. متثبت فين؟ في الستيب فوق في اليوك. ولها طرف اهو ده اللي انا هوصل عليه. هاخد منه الباور لو كانت المكنه جنريتور وهدخل عليه الباور لو كان المكنه هشتغل ايه؟ خلاص؟ ماشي؟ والكلام ده مكتوب بقى. براشز طبعا احنا في ناس متعوده اكيد انتوا مش منهم ان كيس في واحد منهم متعوده يشوف الصور ويبقى مبسوط قوي بالصور. علما ان احنا مش عاملين مجله ميكي عشان تشوف الصور. الكلام هو المهم والصوره دي للتوضيح. فالناس قلبتها الكلام ولا حد بيعبره ويبص للصوره ومبسوط قوي. يا فرحتي ليه؟ واحنا كاتبين الكلام ده عشان ترمي الزباله. الكلام يتقرا. اولا تحسن الانجليزي بتاعك اللي هو رديء ومتاكد. لما تقرا تكتب تحسن الاسبيلنج ما تعملش سيم ستيبس. تعرف تنطق انجليزي انجليزي بجد؟ لان الانجليزي الانجليزي الثاني ده ديترماين وفريكونسي ومش عارف ها؟ تاني تعود تقرا تكتب تستنى عشان تحسن وقتك ترفع من مستواك. يبقى لك يعني لو شفت شغلانه بشكل كويس. دكتور هو مش بره برضه تعالى بره 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 مصر يعني. مش هتختار برضه اكسنت هي هي مالهاش اي فرق؟ ايه؟ اللهجه هي هي مالهاش اي 30 لازمه؟ بس اسم حضرتك سعيد. اهلا وسهلا ازيك يا استاذ سعيد؟ انا سعيد اني سال السؤال بس انا مش فاهم. انا قصدي اني بره انت كده بره يعني وانت في انجلترا مثلا ولا انت في السعوديه ولا بره فين؟ اكيد دور اجنبيه دكتور. اكيد حلوه تمام نرجع بقى. هو مثلا بيعتمدوا اللهجه المصريه فهو مين اللي بيعتمد؟ مين اللي بيعتمد اللهجه المصريه؟ اي مالتي ناشونال عليه اي شيء. احنا بينا وبعضينا كده اللي عاملين اللغه بتاعتنا ما حدش يعرف ولا اي حاجه. انا بقول لك عشان لو رحت مثلا مره برزنتيشن رحت سافرت سفريه وهتكلم نسخه وجات ما تقعدش تكلمهم بالانجليزي انت عايز تعرف ده وتقول لي ما هم عارفينه. عارفينه منين؟ ليه واحنا معجبين بينا قوي؟ تحس واخدين ريكورد ده عننا ومسجلين لغتنا؟ انت راجل طيب جدا. والله انت طيب يا سعيد. انت متسجل يا باشمهندس؟ لا طبعا.
مفروض تتكلم يعني مش اي نعم مش هتتكلم زي واحد انجليزي زي واحد انجليزي لما اتكلم عربي مش هتكلم زي كنت اتكلم عربي انا عارفين بس يبقى منضبط كيف ايش يعني وانا مش بنعلم على عليك قول حاول try to improve yourself ما قولناكش هتوصل للperfect but at least ما تبقاش راضي باللي انت فيه ومبسوط قوي وفاكر ان الناس هتظبط نفسها عليك ليه قلق؟ انت بتحمل خلاص قلنا في اه brushes are fitted to connect or conduct يا تجمع يا توازن coming from or into the machine يتاخذ غير يتوصل اتعلم كده الانجليزي والفربات والتصريف والماضي والحاضر والمستقبل مش كله في البطيخ سجل they are made of graphite with high hardness يعني جرافيت صلب ازاي بيضيفوا له ايه البرازات بتاعه الالومنيوم والنحاس شويه عناصر كده تو انشور لونج لا عشان كده لو اشتريتها وبص لها كده تلاقي فيها ايه نقاط كده تلمع اهي دي المعادن الايه اللي دايبه جوه ايه النحاس اللي هي بتديها فيها ديورابيلتي يعني لما تشتغل تقعد كذا ساعه عبال ما ايه ساعه تشغيل عبال ما تتبل وغلق تتغير طبعا لكن الكمبيوتر يفضل ايه سليم ده عمر اللايف تايم بتاع الماشين هو الكمبيوتر المكنه هتعيش 30 سنه بمتعدل مثلا 20 ساعه تشغيل في اليوم يبقى هتشتغل كذا الف ساعه ها الكمبيوتر سليم 100% البراشز بقى اتغيرت في السكه مئات المرات ليها كده جدول كل ساعه تشغيل ما تيجي ما تشتغلش لازم تروح تغيرها شغلانه يعني ها زي كده بالظبط لو عندك كيتشن ماشين وبقاله مده تلاقي فجاه كده مش عايز يوصل تروح للراجل يقول لك انا عايز يغير الفرش بتاعته ب 10 جنيه ب 20 جنيه يعني مفيش حاجه خلاص ما هي صغيره brushes are usually fitted in brush box اللي هو البوكس بتثبتها في البراش بوكس وبعدين هتبقى ان كونتاكت خلي بالك يعني هي هيبقى هنا تحت في مين؟ الكومبيتيتور طيب ما انا لو سبتها كده هتنط من مكانها فمتثبته ان جود كونتاكت مع الكومبيتيتور باي ا فيرشن اوف سبرينج من خلال ياي اللي هو موجود هنا اهو شايفينه؟ ده تريك ثبتها في مكانها عايز تفكها تروح شايله تفك كده سست تروح ايه؟ ساحب الفرش تغيرها وتروح قافل عليها ايه؟ تاني واللي مخليها ثابته في مكانها السوستر يتقطع عليها من فوق والكوميتيتور زايقها من ايه؟ من تحت خلاص؟ ماشي انا بس عشان نبقى متخيلين ماشي شكلها عامل ازاي؟ The brush holder is fixed in the machine frame متثبت في الفريم بتاع المكنة and insulated from a طبق معزول لان ده هيبقى عليه كهرباء اي حاجه عليها كهرباء بتتعزل details of the brush holder are shown in figure وكتب لك هنا البراش هولدر البراش البريشر سبرينج واللايف بيك تين يعني هنا الخنزير الحي مش يعني حي يعني عايش يعني لا يعني اللي هو هيبقى عليه كهرباء اللايف نيوترال هو ده اللي هو ايه اللي هو لو لمست تتكهرب ها اللايف عشان كلير وهنا بقى مغير لك على طول كوميتين سيجنالز وغير لك براش كبيره براش صغيره على حسب دي اللي احنا كنا لمسناها هناك حته صغيره كده هنا ايه كبرها بيمفسايز عليها بيأكد عليها عشان تبقى متاكد الدنيا ماشيه خلاص يعني الصور اظن لو في حد في حد لسه مش متخيل الدنيا ها؟ عشان احنا بعد كده بقى لما هنخش الماشين بجد خلاص بقى الكلام ده هننساه وهنعتبره بقى ايه جدول الضرب اللي احنا فاهمينه ها؟ مش كل مره هنقعد نتكلم عن المواضيع دي؟ خلاص؟ لا
بعد كده بقول لك سبرينج والكوميديا خلاص محدش هيشرحه تاني. هذه هي المره الاولى والاخيره. لو محدش ينسى انت مش بتدرس الات عشان تنساها. انت دلوقتي فاضل لك سنتين وحاجه تبقى متخصص. ممكن تكون نسيت حاجات بتاعت ابتدائي الجغرافيا الواحات الخارجه الواحات في مكانها مش عارفين نسيت مش ماشي. لكن لو انت هتبقى متخصص في الحاجات دي مش هينفع تنسى. انتهى وقت المسائل من هنا وطالع اللي هتاخده هتفتكره. مش حاجه اسمها خدتها من سنتين. يعني ايه خدتها من سنتين؟ ما انا هيجي اخر بعد ما تتخرج ندي لك سنه مراجعه على اللي فات. مفيش كلام. مفيش حاجه اسمها هنسى. مفيش حاجه اسمها مش مهم. كل ده خلص. كلام واضح. بس كنت عايز تبقى مهندس تقول لك قيمه. مفيش حاجه اسمها نسيت. مفيش حاجه اسمها مش واخد بالي. مفيش حاجه اسمها مش عارف. طب قول تفرق ايه بقى عن اللي بيعمل اي حاجه تانية؟ ما هو برضه مش واخد باله ومش عارف وبينسى. طب صور هعمل بيك ايه بقى؟ مش هينفع. انت احرار في الاخر. انت ايه احرار؟ الفيلد سيستم بقى يعني هو المسؤول. ما انا والله حاولت ان انا بقترح بره الشاشه. بص يا بناتي عندك قدامي بيتش بس انت قاعده مع اصحابك بس افرضي انك اي واحد مش واصله له الصوت واحد مش شاف الصوت يعمل ايه؟ يطلع للامام. انا ادي حدودي هطلع بره فين؟ لما عملتها كله طلع الكلام بيطلع بره. حاولت اكبرها ما مش مستقبلها. حاولت اكبر عن كده ما فيش. اول ما بكبر مش طبعا كده ماشي كده احسن شويه. anyway في السيستم اللي هو المسؤول عن انتاج الفلكس اللي هتعمل الانرجي كونفرجن. اتفقنا المكنه بتاعنا الكتروميكانيكال والجزء التحويلي باستخدام المجنتيك فيلد. وقلنا ليه ما استخدمناش الكتريك فيلد؟ وقلنا المكنه السايز بتاعها اكبر 25,000 مره. تخيل لو عملت نفس المكنه دي باستخدام الكتريك فيلد راذر ذان المجنتيك فيلد كان يبقى السايز بتاعها 25,000 تايمز السايز اللي انت شايفه. تخيل يعني تجيب غساله حجمها 25,000 مره اللي عندك في البيت. يعني انت وعيلتك وكل واحد تقعد ورا وهي هتقعد ايه مستنيه حد يجي لها. مستحيل. فهي ده ربنا اراد يخدمنا يعني بالحاجات دي. ما لناش يد فيها على فكره. ده احنا لقيناها استخدمناها. ماشي. مساعده كده الهيه. زي ساحره كويسه من عند ربنا. كل ما اشتغل الفيلد بقى ده اللي هو هينتج الفلكس اللي هي بتاعه بتقطع كف ايد اليمين بتقطع كف ايد الشمال. هنعملها ازاي؟ ادي الكور شنك اللي هو جسم القطب. جسم الايه؟ القطب اللي هلف عليه الملف في الاتجاهات المظبوطه ويتوصله مظبوط عشان يعمل اقطاب متناوبه. ها؟ لو عكيت هتعك. مش هي هتوصل نفسينا. انا اللي هوصل وتبقى الاتجاهات اللف لازم تتوصل مظبوط. لو وصلتها غلط يجي لك نورس ورا بعض ساوس ورا بعض الماجنتيك سيركت اتدمرت. ادي الكور شنك ده الجسم القطب اللي هو هيبقى متثبت فوق في اليوم صح. والجسم ده ليه شو حذاء. الحذاء ده دي لوحديها ودي لوحديها وده بيتثبت في ده بمسامير. وقبل ما اثبت ده وده وده بيتثبت فوق المسامير بحط الحاجه اللي بنسميها الفورمر. الفورمر اللي هو القالب او الاطار. الفورمر ده اللي هو اللي هلف عليه الملفات. ده المكن الكبير. المكن الصغير بيعملوا حاجات تعبانه كده ماشي حالك من المكنه كلها 60 70 جنيه. هنتكلم عن مشينز اللي هي ايه؟ هي الدسبنسر اللي هي يبقى الفورمر ده بصوا ده زي بوكس كده وليه عشان لما الف الملف ما
الملف ما يطلعش لا بره ولا جوه ولا يثبت في مكانه. وبعدين ده يجي يدخل هنا واروح قافل عليه من تحت بالايه؟ بالبول شوك. البول شانك ده بيبقى قطعه واحده. البول شانك ايه؟ اللي هو جسم القرص. قطعه واحده ما هوش لامينيت. مش بيس. غير الايه؟ الارج. الارج قلنا ايه؟ لامينيشنز ومنجمعها عشان الايدي كارنت والهستريسيس لوس هتدوس اه؟ بالنسبه لده بقى جسم القرص 1 سوليد بيس. من ارخص انواع الحديد. ليه؟ لان الفلكس اللي ماشيه فيها هتكون دي سي وبالتالي لا تعمل ايدي ولا تعمل ايه؟ هستريسيس. فمش محتاج اقطعها واصرف فلوس ولا محتاج تبقى غاليه علشان اقلل الايه؟ الهستريسيس، لان اصلا لا فيها هستريسيس ولا فيها ايدي. يبقى انا يلزمني بس ماجنتيك ماتيريال تكون ايه؟ يعني معتدل السعر عشان تمشي الفلكس بايه؟ بسهوله. تمشي الفلكس ايه؟ هو لو كان ينفع الخشب كنا جبناه خشب ارخص طبعا واخف بس مش هينفع. اليو ار بتاعته بواحد يبقى الهستريسيس ده الريلاكتنس اللي هنا بعد بكره. انما لما تيجي تكون وسط للبول شو تلاقيها ايه؟ لامينيت. يعني اللي تحت دي بصوا معموله كده تحس انها ايه؟ مخططه. لا دي لامينيشنز متجمعه. ليه بقى البول شو لامينيت؟ بص اساسا ادي الارمتشر اللي هو على الروتر وادي القطب فوق منه صح؟ الفلكس نازله وبتقطع معديه وتروح تكمل تروح لو كان ده نص هتروح لمين؟ للسلس اللي جنب منه صح؟ لكن ده بيدور ده ايه؟ بيدور ده بيدور. فلما يدور المكان اللي كان فيه سلوت هيبقى بعد شويه فيه ايه؟ سنه. واللي كانت سنه هتبقى سلوت. وبالتالي الريلاكسنس بتاعت المسار ده غير الريلاكسنس بتاعت المسار. وبالتالي الفلكس اللي بتعدي من فوق لتحت لما تلاقي الريلاكسنس صغيره اغلبها هيمشي هنا، الريلاكسنس كبيره اقل يمشي هنا، يبقى اذا هيبقى فيه فلكس بلسيشن على وش الكور. نتيجة إن الفلكس مش ثابتة في الكمية في المكان الواحد عمالة تتغير أكوردنج للموفمنت بتاعة الأرمشر بينيث تحت البول تحت القطب. وبالتالي التو سبارسيشنز دولت هيعملوا هنا إيه؟ يبقى الفلكس اللي طالع من هنا تبدو بالنسبة لوش القطب إنها إيه؟ هي اللي جاية من فوق ثابتة بس لما بتوصل هنا تبتدي يحصل إيه؟ تغيرات نتيجه حركه الايه؟ الارجن. نتيجه حركه الايه؟ الارجن. فتعمل ما يسمى التوث بالسيشن. نتيجه حركه السلوتس ان دي مجرى ودي سنه، دي مجرى ودي سنه. فالريلاكتنس هنا غير هنا غير هنا غير فمع الحركه عماله تتغير، فالفلكس اللي عماله تعدي كمان عماله ايه؟ هو السيجما ثابت. بس الديستريبيوشن بتاعها ايه؟ عمال يتغير. فاكوردنلي يتسبب في ظهور ايدي كارنت وهيستريسيس ايه؟ بلس. فلذلك البول شو يبنى كما يبنى الارمشر. سيليكون شيت ستيل لامينيتد متجمعه ها؟ خلاص؟ واضح؟ ليه الكلام ده مكتوب؟ فاهمين الشرح؟ واضح؟ ذا ماجنتيك فلكس ان دي سي ماشين از استابلشد باي الكتروماجنتيك يعني اقطاب انا ببنيها مش بيرمننت. في بيرمننت ماجنت ماشينز بس مش بنتكلم عليها دلوقتي. شيب ان فورم اوف سيليانت بول. سيليانت يعني ايه؟ حط كلمه سيليانت يعني بارز. يعني تقدر تحط ايدك عليه وتقول اهو ده قطب ليه ابعاد هو هنا وهنا. وكلمه سيليانت يعني بارزه. ونون سيليانت يعني غير بارزه. يعني سيليت عكسها ايه؟ نون سيليت مش نوت سيليت. ها؟ نون سيليت كلمه واحده. او ممكن نون شرطه سيليت. اوكي؟ اوف سيليت بولز اتاتش تو سيلندريكال بول. هو الايه؟ ثبتها في الايه؟ في الفريم الخارجي. The bone itself is made from two main parts. Shunk and shoe. الجسم والحذاء. نتعلم نقرا ومش مجرد ابص على الصوره. الغالبيه العظمى لن ينفذوا اللي انا بقوله.
ما هي البني ادم لقد خلقت لاعارض، لان هو بيعتبر انه ما يسمع الكلام دي اهانه ليه شخصيا. The shark may be of circular or rectangular. يعني ممكن مقطع غير كونستواني في الغالب بيبقى rectangular. While fabricated from cast steel أو wrought iron or cast iron، يعني أرخص أنواع الحديد. There is no need for laminating it since flux flow is unidirectional. اتجاه الفلكس اللي ماشيه فيه في اتجاه واحد ولا ايه؟ مفيش تلف. وبالتالي مش محتاج اعمل الايه؟ حبيت اتغلب. بص الهندسه قائمه على توفير ما يمكن توفيره. مش امسك ايدي في المهم واجي في الهباله واصرف، لا ده تعملها عزومه في البيت عند اصحابك. لكن في الهندسه مفيش الكلام الفاضي ده. هندسه يعني اختصار. ايه اللي اقدر اوفره وايه اللي ما اقدرش اوفره، ايه اللي لازم اعمله وايه اللي مش لازم اعمله، ايه اللي ضروري اعمله وايه اللي مش ها؟ غير كده يبقى تهريب، غير كده يبقى ايه؟ يبقى ما لهاش علاقه بالكليه اللي احنا قاعدين فيها دي، يبقى بنتكلم عن حاجه ثانيه. As for the shoe، لكن بالنسبه للحذاء شايفين الانجليزي؟ الكاونت والفول ستوب والباراجراف. As for the shoe، ولما تلاقي كمان تقف كده تستهدف عشان بيقول لك اما بالنسبه للحذاء، تاكيد الكلام مش تقوله هو، لا هتهدف عشان تشوف ايه اللي جاي هيفسر لك بقى ليه. اتعلم دقه. الكلام ده على فكره في اللغه العربيه حتى، مش بس في اللغه الانجليزيه. فلكشويشن ماركس دلوقتي اللي هي علامات دي، هي دي مهمه جدا عشان افهم المكتوب. الناس هنا ولا بص ورا بعض. As for the shoe, it keeps the field widening in place. خلي ده يثبت ايه في مكانه. بص حاجه كمان قبل ما نقراها، دي بص اوسع. بص كده شوف ادي كوتش بتضمن لك اريا كبيره، وبالتالي الفلكس تتوزع على مساحه اكبر، فالفلكس ينسي تقل فما تخشش في الساتوريشن. ليها وظيفتين، تجيب الفلوت سيستم والديستريبيوشن فلكس على وايدر اريا، وبالتالي تخفض الايه؟ فلكس دنسي، وبالتالي تخفض من الساتوريشن ليفل المسؤول عن الهستريسيس ايه؟ لوسز. ها؟ صح؟ كل حاجه عندنا مسؤوله عن حاجه. لما هنتعلم وما ننساش هنبقى عارفين كده. As for the shoe, it keeps the field system one in place and distributes the flux lines over larger area and thus avoids saturation of the flux lines in the armature system. Small shoe, full stop. معلومة خلصت، معلومة جديدة. كما يبقى ده بقية اللي فات. Full stop يعني اللي جاي حاجة جديدة. بس حيث ما فيش باراجراف جديد يبقى تكمله للمعنى السابق. لما باجي الباراجراف جديد يبقى ده معنى تاني. تتعلمه ازاي تكتب عشان كمان سنتين هيبقى عندك مشروع هيبقى مطلوب منك تكتب. ها؟ اتعلم يبقى عندك كتاب وتقرا فيه. اتعلم وانت بتقرا تلاحظ كل الحاجات اللي بنقولها. مفهوم؟ يمكن عصر واحد ولا اثنين يسمعوا الكلام يبقى خد فيه سؤال. دكتور هستأذن حضرتك بس لو ممكن السلايد شو كله يشتغل، يعني لو حضرتك دوس على زرار، لو حضرتك دوس على زرار F5 مش كبير قوي. تعالى حضرتك دوس على زرار F5 F5 تمام. ثانية واحدة تمام. لو حضرتك دوست مثلا على الزرار اليمين او الشمال الصفحه بتتبدل لوحدها. ماشي، ما هو الفكره ان هو مش هيقفل. عشان ماشي فور ماشينز ويز هاي ريتنج.
is essentially eliminated to keep the iron loss or to keep iron loss in it to a minimum. Huh? An area صغيرة والتالي كان صغير فالنص ايه؟ iron loss in old shoe بيقول لك ايه سبب انها موجودة بقى؟ ليه مش موجودة في البول شو؟ لكنها موجودة في البول شو؟ علما ان ده امتداد طبيعي لده. Why ahead? Iron loss in both shoes is produced by ما يسمى tooth pulsations. نتيجة حركة السنان وتغيرها مكانها تحت القطب فتعمل ما يسمى تذبذب السنان. Field winding are made of concentric number يعني ملفات ملفات اسمها concentric يعني فوق بعضيها مش distributed مش متوزعة زي ال transformer concentric برضه. لان احنا هناخد دلوقتي الوان بتاع الارمشر ده ديستريبيوت الوان لكن ده كونسنتريك وان. The field wall are made of concentric number of turns of insulated cup طبعا معزوله عشان ما يلبسوش بعض ما يبقاش حاجه. انت لو جبت 100 لفه كلهم لامسين بعض كلهم لفه واحده مفهوم؟ عشان يبقوا بعددهم لازم يكون كل لفه معزوله عن الايه؟ اللفه الاخرى يعني مش انا لفيت سلك كده وخلاص لا لازم السلكه دي لما تلمس الثانيه معزوله عنها. دي لفه ودي ايه؟ ودي لفه. The former is made of papillite اللي هو ده and is shaped as shown in figure. واخد الاطار ده عشان الف حوالين الملفات والملفات تفضل في ايه؟ الوايندنج بداية بقى ايه؟ عندنا حاجه اسمها ايه؟ 6 من 13 نبتدي بقى ده بقى ازاي هنفذ الملفات اللي هيتكون فيها الفولت لو المكنه جنريتور وهيتكون عليها الفورس لو المكنه موتور فاهمة؟ واللي هتوصل على الكوميديتور سيجمنت مظبوط؟ ده اللي هو هيبقى الوايننج ارمشر وايننج. الارمشر وايننج ايه؟ عباره عن ملفات اهو الملف بصوا منظره عامل ازاي؟ بصوا افهموا بقى دول كده اهو بحيث واحد فوق واحد تحت انا قاصد ولفش كده بالفيلم عشان يشوف عشان انا هشاور مش قوي كده ايه شايفين دي المسافه من هنا لهنا هي المسافه ما بين النورث والساوث يعني لو ده هيبقى تحت النورث هيبقى لازم ده مكانه تحت ايه فبيتظبط على حسب المكنه جاب قطب يعني ده بيتعمل ويجي يرجع جميل طب دي نمره واحد بص في فرق بصوا ده فوق وده ايه؟ تحت مقصوده ايه مقصوده؟ عشان انا هاجي اعدي واحد من هنا كده لو كان هما قصاد بعض كان يخبط يبقى مقصوده انها تبقى تو ليفل عشان حاجه هسميها الابر وحاجه هسميها الايه؟ اللو ايه بقى؟ ادي الاسلام كبار السلوب بتتقسم نصين النص اللي فوق ده اسمه الابر واللي تحت ده اسمه ايه؟ اللو لما اجي امثله في الرسمه هعمل الابر سوليد واعمل اللور داش وهما في نفس السلوت واحد فوق وواحد تحت بس ببعدهم عن بعض كده ملي 2 ملي ملي ونص اي حاجه عشان ايه؟ ابين ان ده بعيد عن ده بعيد عن ده ايه هو في الفيرتيكال بس انا هعملها ازاي؟ انا ما برسمش مجسمات بس دي معناها ان دي فوق دي خلاص؟ ان دي تحت ودي ايه؟ فوق. لما اجي الف بقى الوايندنج ركزوا بقى هطلع من السلوت واروح للسلوت الثانيه وارجع لو انا راجع وكلهم في ليفل واحد هيخبطوا في بعض يعني انا طالع كده ورجع كده وانا راجع هخبط فين؟ مش كده؟ فلازم نعمل زي فكرة الكوبري والنفق. العربيات اللي في الكوبري ماشية فوق واللي في النفق ماشية تحت، ومفيش إشارة مرور وما يخبطوش بعض. ليه؟ لأن دي في ليفل ودي في إيه؟ هعمل أختها وأنا بنفذ المرور. إزاي؟ إن الستوب هتتقسم تو ليه؟ أهو بص ده أهو المنظر ده بيقول لك إن ده في ليفل وده في إيه؟ في ليفل تاني. اللي هو لو كان ده هنا ابر
فزميله فين؟ في اللوب. فلما اجي انفذ اللي بعديها بصوا ما خبطتش فيها، شايفين؟ لان العالي ده تحت منه الايه؟ الواطي، فما يخبطوش في بعض. ها؟ البديل كان ان انا لما اجي كده اروح مكسح ده واقعد اعديه بقى، تمسك البنز اتنين فوق وينزلوا لتحت. ها؟ مش ممكن. فتفتح ذهنهم الهندسي اللي احنا نعملها في تو لاير فاشن. يعني ملف الواني تو لاير موضه التو لاير. اهي بصوا اهو ده لو وده ايه؟ ابر. فمعديين فوق بعض اهو، شايفين؟ يعني ده وهو بيتنفس ما خبطش في ده، لان يعني ده تحت وده ايه؟ وده فوق اللي هو الملف ده، شايفين؟ فهنا بقينا خطوط بس هي مش خبطه بعضيها. ده من تحت بص ده افر، ده الحته دي ابر، كل دي لور. اللور هيجي فوق منها ابر وما نخبطش فيها، تيجي فوق منها ابر. اب شايفين ازاي؟ فالسيستم ايه؟ ماشي خلاص. هيتبقى بقى ان انا هوصل دولت هيوصلوا بقى على الكوميديتور سيجنز اللي احنا هنشوفها دلوقتي، ويبقى عندك الباك كونكشن والفرونت كونكشن، والفرونت كونكشن كونكتد تو ذا ايه؟ تو ذا كوميديتور ايه؟ سيجنز كونكتد تو ذا كوميديتور ايه؟ سيجنز. واحده بنفذ الوايندنج ازاي؟ بنفذه باحدى طريقتين، باحدى طريقتين. الطريقه الاولى اسمها اللاب وايندنج، والطريقه الثانيه اسمها الوير وايندنج. لاب باللغه العربيه بيسموها لف انطباق، ننطبق فوق بعض نشوفها دلوقتي. والتاني الويف وايندنج لف موجي، وده له طريقه وده له طريقه، وده ينفع في حاجات وده ينفع في حاجات. لكن لحد كده اوكي. والملف ده بقى ممكن يكون لفه واحده او مجموعه من اللفات على حسب انا عايز كام كوندكتور. دي بقى بتبقى في التصميم بتاع الآلة. عدد الكونتاكتورز الكلي هيتقسم على كم ملف، وكل ملف يبقى فيه كم لفة، دي موضوع تصميم. لكن في النهاية أنا هيبقى عندي ملف. وعندي مجموعة من الملفات واصلة مع بعضيها، والملفات دي فيها عدد من الكونتاكتورز يساوي كابيتال زد. كابيتال إيه؟ يبقى كابيتال زد هي نمبر أوف كونتاكتورز. خلاص؟ وكل ملف مكون من كذا لفة، وكل لفة فيها اثنين كوندكتور. صح؟ اللفة اثنين كوندكتور، والملف ان لفة، يبقى اثنين ان يديلك التوتال نمبر اوف كوندكتورز في 1 كويل. فلما اضربهم في عدد الكويلز كلية كابيتال سي هيديلك التوتال نمبر اوف ايه؟ اوف كوندكتورز زد. خلينا الرموز دي جاية بعدين، بس أنا بقول لك يعني الدنيا هتتحسب ازاي. وهنا دي الصفحة دي اللي هو مبين. هنا اقول لك تيرم، هنا ده كويل هو فرده بس عشان يوري لك ان هنا ثلاث لفات، بس هما مش مفرودين كده، مش اكورديون هي، دول هما فوق بعض بس هنا عشان لو لفيتهم بعض مش هتشوفهم. هو هنا فردهم بس عشان تبين ان ايه؟ الملف ده ثلاث لفات. وبعدين هوصل الملفات توالي مع بعض عشان تعمل لك ما يسمى الايه؟ الوايند. تعمل ما يسمى الايه؟ يبقى الوايند مكون من كويلز، والكويلز مكون من تيرن، والتيرن مكونه من تو كوندكتور. خلاص؟ كبير؟ والكلام ده مكتوب. نتعلم نقرا ونتعلم نكتب عشان لما يجي وقت انك بتقرا وتكتب تعرف تقرا وتعرف تكتب. ادي بقى الاول انت بقى تلاقي يعني الملفات ايه؟ تبقى تبدو كما لو كانت فوق بعضيها. اهي ركزوا بقى معايا، اهو ده كومينيتور سي. هنا مرسومه الملف ايه؟ ليكن 1 تيرن، بس هو مش مقصوده 1 تيرن. يعني ده انديكيشن عن الملف، لان لو عملت خطوط كتيره مش هتشوف انت حاجه. بس كون ان انا عامله 1 تيرن مش معناها ان هو 1 تيرن. ده هو كده والاخر ادي طرف وادي طرف. ماشي؟ في اللاب هيتنفس كالاتي. لو انا ده الطرف ده وصلته على الكوميديتور سيجمنت، دي هنشوف بقى هنختارهم ازاي، بس هو تحت الاول. يبقى لو كان ده تحت النورث يبقى الرجوع بتاعه هيبقى تحت الساوث.
يعني نزل المسافه دي اللي اسمها واي بي على الرسم اسمها واي بي يسموها الباك بيتش الخطوه الخلفيه تكون مساويه لخطوه القط لو بي وبظبطها انا بالمسافات عشان لما اركب الاقطاب واجي انفذ الواجب يبقى صح انا لو نفذت الملف غلط هيركب غلط هينفذ غلط المكنه مش هتشتغل او هتعطل انا بنفذ مظبوط طبقا للخطه اللي انا عارف ان انا عايز اجمع الفولتات فلو كان ده تحت نور في جلسه شمس تحت زاد في جلسه تحت ها خلاص جدول الضرب بتاعنا بتاع الالات الكهربائيه يبقى لو كان ده واي باك هيرجع وهو نازل بقى يوصل على كل سيجمنت اللي بعديها شايفين؟ واللي بعديها شايفين بقى؟ شايفين ده؟ شايفين النقطه دي؟ النقطه دي عباره عن حاجتين اللي من هنا واللي من هنا رشقوا فين؟ في الكوميتيتور سيجمنت دي بالكليبس في الرايت ماشي؟ فاهمة؟ اللي احنا كنا بنشرحه من شويه فلذلك كل واحده من دي عباره عن تو ترمز واحدة بتاعت ملف والتانية بتاعت الملف التاني اللي هو هيبتدي من هنا اهو نمرة اتنين ما هو ده الأولاني اهو اهو وده بداية التاني اهو فواصل عليها واحد واتنين متثبتة واللي بعديها واللي بعديها وتكمل قدامي حاجة من اتنين وأنا بنفذ الوان يا خلي الوان يطلع للامام يبقى بروجريسيف يسموها بروجريشن بروجريشن يعني تقدمي او يرجع للخلف ريتروجريسيف او ريتروجريشن رجع للورا هتلاحظ ان الريتور للورا بيبقى الكونكشن اطراف التوصيل الخلفيه والاماميه اطول من اكبر من لو كان الايه؟ البروجريسيف فلذلك برغم ان الاثنين ينفعوا الا ان اللي بيتنفذ بجد هو الايه؟ البروجريسيف خلاص؟ وان كان ده ينفع ان انا ارجع للخلف بدل ما اتقدم للايه؟ للامام. السؤال بقى طب المسافه دي لما انا اجي احسبها هتساوي كام؟ بصوا انا عندي عدد من السلوتس اهي واحده منهم كل سلوت هيبقى فيها كويل سايد ودي فيها كويل سايد يعني جانب من الملف وجانب من الملف يبقى فيها اثنين جوانب يبقى كان نصيبها 1 كويل صح؟ نص بس مش نفس الملف نص بتاع واحد ونص بتاع واحد يبقى كان في النهايه السلوت فيها 1 كويل يبقى عدد الملفات هيساوي عدد السلوتس صح؟ يعني لو كان عدد السلوتس اس اس في 2 على 2 تساوي سي فمش لازم اضرب في 2 واقسم على 2 ما احنا فهمناها ها؟ فيبقى سي بتساوي اس. ايه سي؟ عدد الملفات. عدد الملفات دي هي اللي عامله الوايندنج، هي اللي عامله الايه؟ الوايندنج. وكل ملف بيشغل خطوه قطبيه. يشغل خطوه ايه؟ طب انا عندي كام خطوه قطبيه؟ 2 بي خطوه قطبيه. 2 بي ايه؟ خطوه قطبيه. لذلك يبقى لازم واي بي تساوي سي على 2 يعني كمثال افرض عندك 12 ودي 4 يبقى واي بي بثلاثة 3 يعني ايه؟ يعني لما اوصل الاولاني في نمرة واحد يبقى الرجوع بتاعه هيبقى في نمرة 4 عشان 4 ناقص 1 يساوي كام؟ 3 وانا راجع بقى هنفذ واي فرونت واي فرونت هنتفق انها واي بي ماينس 1 فتطلع تساوي 2 يبقى المسافه دي تكافئ 2 والمسافه دي تكافئ ايه؟ 3 يعني ايه 2؟ يعني لما نزل في 4 هيرجع على 2 4 ناقص 2 يساوي 2 فدي اللي انا شايفها من الامام ودي اللي انا شايفها منين؟ من الخلف واي باك من الخلف واي فرونت منين؟ من الامام واضح؟ فهمنا كده؟ هننفذ بقى الكلام ده على والدي بجد احنا كده قلنا ايه الموجز بتاعه لكن هنشوف بقى التفاصيل ازاي هننفذها لحد كده كلام واضح حاجه تانية فاصل اخير لما بوصل هنا على نمره واحد اللي بعدها بتيجي على نمره اتنين فواي سي
واي سي دي اللي هي الخطوه على الكوميتيتور. واي سي هتساوي 1 كوميتيتور سيجمنت. واي بي واي اف وحداتهم كويل. هو رقم بس ملف والثانيه شريحه. مفهوم؟ يبقى واي سي وحداتها كوميتيتور سيجمنت وهتساوي 1 واي باك واي فرونت وحداتها كويل. ماشي وحداتها ايه؟ كويل. وهننفذ لمكنه اللي هي 12 سبوت ديت اهي. طبعا الشكل ده كئيب ولا تفهم منه حاجه. ده بقى اللي المكنه اللي بجد اللي انا حاطط لها بس احنا بقابلني ها؟ مش هتشوفكم ان شاء الله. اكيد احنا هننفذها دلوقتي بطريقه اللي هي ايه؟ نعملها مقطع ونفرد. وهو ده اللي بيبقى مع الراجل اللي بينفذ الوجه. خلاص مش المنظر. بس النهايه هيبقى بالمنظر. النهايه هتبقى ايه؟ بقى؟ بص اهي عدد الصف 12. 12 في 2 على 2 12 كل. واي باك سي على 2 بي لازم اي انا لازم العدد يقبل الاسم. يعني ما ينفعش اختار سي دي ب 13. ما تنفعش. ما تتلفش. مش اي حاجه تنفع. عايز تعمل صلصه تجيب طماطم. ما ينفعش تجيب بقدونس وتقول لي هعمل صلصه. مش هتقدر. حتى لو بنفس الثمن ما ينفعش. دي حاجه ودي حاجه. يبقى لازم تنفع في الاسم ولازم يطلع عدد صحيح، زوجي او فردي مش مهم بس عدد صحيح. ما فيش حاجه اسمها 3 بتلت 3 ونص 3 ربع، ما فيش. عدد مصحح انتجر نمبر. واتفقنا هناخد واي اف يا ب 4 يا ب 4 اتفقنا هناخد 2. واي اف ستيكت ايكوال تو انشور ليس اند كونكشن لاس عشان النهايات التوصيلات تبقى ايه؟ باقصر مسافات ممكنه. وده اللي بيتخذ فعلا واللي الماشينز بتتنفذ. هو على الورق ينفع كده او كده بس اللي بيتنفذ بجد اللي هي ايه؟ المايند. فهنروح بقى وننفذ الواي خلاص؟ جميل مش كده؟ ايوه البتاع اللي كانت عامله داخله بعضيها دي بص لما اتكسرت كده فل مش كده؟ ايه بقى الفل اللي فوق؟ تعال نشوف هتعمل ازاي. بص دي 12 يبقى 12 هرسم 12 سوليد وداش سوليد وداش سوليد وداش ها انا هبين بس واحده وانت بقى الباقي مش عارف ايوه هاجي في اي مكان في الصفحه بالعرض بالطول دي كده وهرسم محتاج على الاقل 12 سنتي بالعرض حلوه بالطول حلوه وهخلي المسافه ما بين واحد و1 سنتي اوحدهم مش اي هباله كده عشان تطلع منضبطه بيرسمها كده اي حاجه. فاهم؟ اهو وجنب منه اللور. يبقى ده الابر في السبوت 1 وده اللور في السبوت 1. وهسميه 1. بعد منه على بعد سنتي اوحد بقى المسافات. سنتي هحسب 2 ولو خدت دي 2 مللي اوحدها 2 مللي. ادي 2 بعدين ادي 3 اعملها بالديفايدر عشان تطلع مسافات ايه؟ متساويه مفهوم؟ بعدين ادي 4 بعدين ادي 5 بدات تضيع شويه مني مش وهكذا ماشي انا عندي كم قوط؟ 4 وعندي كم سلوت؟ 12 يبقى مصير كل قوط من السلوتس 12 على 4 3 3 يعني ايه؟ يعني دولت كده هاجي بقى شوف هنا قبل واحد هنا هيبقى فيه مين؟ لان دي رقم 12 صح؟ دي قبل واحد ما
انا دي قطعتها وفرقتها. واللي بعد 12 واحد واللي قبل واحد 12 انا مش هكمل احنا رسومها يعني. بس عايز اوري لك انت بقى هتروح النهارده تجيب ورقه ترسم نفس ماشي. انا اوري لك بس مثال واحد وانت تكمل البيت. اجي بقى اقول طيب هقسم المسافات. اجي في نص المسافه من هنا لهنا واروح واخد سنتر وبعد ثلاثه اخد سنتر ويبقى ده مثلا نص. يبقى لما اجي هنا اهو اربعه خمسه سنتر اجي سنتر هنا يبقى ده مين؟ السنتر. وبعده هنا النص مفهوم. ويبقى هنا قبل النص ده في مين؟ السنتر اللي احنا هنا معايا. خلاص خلصنا ده؟ خلصنا ده. وكملنا ال 12؟ كملنا ال 12. مسافات متساويه، ابعاد متساويه، كلام جميل، كلام جميل. اجي اعمل بعد كده ايه؟ اجي تحت واخد خطين على بعد مثلا سنتي ونص 2 سنتي ايا كان. واروح راسم ايه؟ كده. واجي اقسم ازاي؟ اجي تحت منتصف القطب شايف المسافه من هنا لهنا؟ هنصصها واجي اروح راسم النص اهو ده اهو مثلا اهو. واجي كده انا خدت سنتي. اجي من النص ده اخد نص سنتي كده ونص سنتي كده. اروح راسم الكوميتين ده ودي هتبقى رقم واحد. دي تبقى رقم ايه؟ يبقى قبلها في رقم ايه؟ 2 وقدها يبقى هنا 3 اس 12 هنا دي بقى ايه؟ 2 هنا دي تبقى ايه؟ لحد ما اخلص لحد ما ايه؟ ما اخلص. وبعدين هبتدي اعلى من الوايندنج الكويل سايد 1 يوصل على الكوميتيتور سيجمنت 1. بروح جاي مثلا بخط كده يعجبك بقى لو انت اخترت المسافات واروح جاي نازل كده اطلع واصل ده. وبعدين توصل واحد باربعه. اربعه مين بقى؟ داش. لان واي باك بكام؟ بثلاثه. فاروح طالع من هنا اجي المسافه من هنا لهنا انا هوصل ده من هنا لهنا اجي اخد المتوسط بتاعهم اهو واحطها هنا في مكان ما اللي هو المسافه المتوسطه واروح موصل من هنا لهنا ومن هنا لهنا اروح موصل من هنا لهنا. وبعدين اربعه اللي تحت ده هيوصل مع اثنين الابر على الكوميتيتور سيجمنت دي يعني دي مفروض هتيجي هنا كده هيبقى دي لو قررت اسلك وظبط هيبقوا بارلل لبعض. واروح موصل دي بدي. وبعدين دي تروح طالعه كده. وتروح نازله فين؟ خمسه. وخمسه توصل فين؟ ثلاثة وهكذا لحد ما افضل نكمل هرجع الاخر على واحد داش. يعني وانا بص اهي ركزوا وانا معايا دي بصوا موازيات لان انا ظبطت المسافات بالديفايدر واللي فوق موازيات لاني ظبطتها بالديفايدر. فلما اجي ارسم هبقى مرتاح برن وصل هي طالعه معاك بس روح النهارده جيب ورقه وقلم وديفايدر وبرجر وسلسل نفس اليوم. بصوا واحد اربعه اثنين خمسه خمسه ثلاثه سته اربعه. شايفين؟ مين اللي متسابين فاضيين؟ طول ما انا جاي كده عمال اجمع اللي متسابين فاضيين واحد داش واثنين داش وثلاثه داش هيتنالوا منين وانا جاي من هناك؟ شايفين؟ ها؟ لما هوصل لنمره 10 هلاقي 10 وصل لواحد داش. ها؟ شايفين؟ اهي. 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 فهمت؟
كل اللي واصلين وصلت عليهم وقفلت تماما. خلاص؟ يعني الوان دي ابتديت من نقطة وقعدت لفة 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 رجع لها. قلت ايه؟ رجع لها. واضح؟ الكلام ده بعد ما نفذه هاجي تحت منتصف القطب اللي انا كنت اخترته ده وهحط برش. وهنا يبقى فيه برش. في اللي هيطلع تحت النورس دول اربعة. في اتنين برش تحت النورس واتنين برش تحت ايه؟ صرف. اللي تحت النورس هيوصلوا مع بعض ويطلع منهم نقطة. واللي تحت ساوس يوصلوا مع بعض ويطلع منهم ايه؟ نقطة. يبقى عندك التو تيرمينال اللي هم بتوع اطراف الارض اللي هم على البراشز اللي اتفقنا عليها اللي بوصل عليها وباخد منها. ماشي؟ ولو انا نفذت الوانج بالشكل ده هيطلع ده. بص ركزوا معايا. ابتديت من واحد على البراش نمره واحد اللي هي تحت منتصف الفرن على اربعة اتنين خمسة داش تلاتة ست داش لحد ما وصلت هنا عشرة ثمانية تسعة اتناشر. لما وصلت العشرة وصلت على واحد داش. واحد داش راح موصلك على 11. 11 راح موصلك على 2 داش اللي كانت متساوية فاضية. 2 داش راح موصلك على 12. 12 راح موصلك على 3 داش اللي هي هتقفل مع مين؟ مع واحد. تقفل مع مين؟ مع واحد. هتلاقي الملف بتاعك او الوانج اكتمل واغلق. وان لم يغلق فانت عامل خطا. حلو كده؟ مفيش طريقه هيمشي. اذا ما اتقفلش يبقى في غلط انت عامله. تقعد تدور على غلط تتمرن عشان ما تغلطش. عادي ده بيتمرنوا على يشوف فين الجون عرضه 15 متر ولا 12 متر حاجه واسعه في الاتجاه ده. ومع ذلك ساعات طلع حرام. يقول لك حارس المرمى شايفه شارع واللي بيشوط الكوره شايفه الخور. اللي داخل يصور الكوره شايفه ضيق جدا. واللي واقف عايز يصور الكوره شايفه وسع جدا. ايه اللي بيخليهم بقى يعني كتر التمرين؟ فما بالك لو كنا بنعمل كده في كوره يعني مش هنعمل كده في العالم. ان لم تتمرن في وقت الرخاء وقت الشده هيكون عندك مشكله. اذا ما اتمرنتش شوط بنالتيات لما هتيجي البنالتي ويجي المدرب يقول لك شوط هتشوفه فورم ايه؟ تسمع كده؟ مهما كان الامتحان مش هتعرف تعمل حاجه. هتلاقي نفسك محتاج ما اتمرنتش كفايه. العمليه بسيطه يعني مش عايزه عبقريه. طبعا النصايح دي المفروض ما تسجلهاش بس عشان تفيدنا بعدين. عشان تفيدنا بعدين. عشان تفيدنا بعدين. لما انت عمال تسمع قاعد حضرا قاعد حضرا واحنا ما سمعناش كده. خلاص كده؟ فتلاقي الوندي اغلق على نفسه. ثم اوقع البرشر. يعني البرش دي واصله ما بين مين ومين؟ ما بين واحد وكام؟ وثلاثه داش. اهي ثلاثه داش اللي هو احنا لسه ما كملناهوش اللي هو ده. هتلاقيه جاي هنا اللي هي دي اللي بتسميها دي. هتلاقي عليها وصله على الثلاثه داش. شايفينها؟ اللي هي ما بين واحد وثلاثه الرجوع الفرنت. فثلاثه داش هيبقى واصل هنا. يبقى النقطة دي وصل عليها الطرف واحد والطرف ثلاثة داش. اهي. اللي بعديها أربعة وست داش. اللي بعديها سبعة وتسعة داش. اللي بعديها 10 و12 داش. جميل؟ اللي هما شبه بعض النورس واصلين مع بعض اهم. ده الساوث ده مع ده الساوث. عاملين نقطة نيجاتيف وده النورس والنورس واصلين مع بعض عاملين نقطة ايه في الوسط. يبقى دول الطرفين اللي هم بتوع
الارض. لما اجي اشوف بيتكون عندي نتيجه التوصيله دي كلمات جديده كلها داخله في الفوكابيولري بتاعي، حاجه اسمها البارلل باثز، المسارات المتوازيه. ايه المسارات المتوازيه؟ الرايمنج دي متقسمه بالنسبه لبعضيها ازاي؟ فلما اجي ابص الاقي ايه بقى؟ الاقي ادي مسار ودي مسار ودي مسار ودي مسار. طيب المسار ده مشترك ما بين هنا وهنا، والمسار ده مشترك ما بين هنا وهنا، وده ما بين هنا وهنا، وده ما بين هنا وهنا. خلاص؟ اللي هو لما اجي ارسمهم الاقيهم عاملين كده. اهي. كان عندك خط بوزيتيف اللي هو واصل عليه كام؟ اربع اطراف. اثنين فوق، اثنين من تحت. اللي هو البوست اهي. بصوا ده بوستيف وده بوستيف. فواصل عليه دي ودي ودي، ما هم دول واصلين مع بعض يبقى كانهم نقطة واحدة. يبقى نقطة البوستيف طالع منها أربع أطراف. ونقطة النيجتيف طالع منها إيه؟ أربع أطراف. فعاملة لك المنظر ده. ادي بوزيتيف 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 بوزيتيف، نيجتيف 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 نيجتيف، فيطلع كام مسار؟ اربعه. ايه هم الاربعه دول؟ دول عدد الاقطاب. وبسمي نمبر اوف بارلل باثز 2A. ف 2A هيساوي 2B. امتى؟ لللاب. عشان الويف هيبقى غير كده، ها؟ يبقى لللاب وعندي عدد المسارات المتوازيه يساوي عدد الاقطاب. فلو كانت المكنه اربع اقطاب يطلع اربع اقطاب، اربع مسارات. لو كانت سته يطلع سته، لو كانت اثنين يطلع اثنين، لو كانت 10 يطلع 10. دي ايه بقى اهميتها؟ اهميتها ان انا لما اجي احسب الفولت على على الارمشر، هو الفولت اللي على المسار صح؟ الفولت اللي على اطراف الاله مش الفولت اللي على الكونتاكتورز كلها؟ لا، لاني الفولت على ده بس. يبقى لما اخد زد واقسمها على 2 ايه يدي لك النمبر اوف كونتاكتور في البارلل باث. لما اضربها في الفولت بير كونتاكتور يدي لك الفولت اللي على اطراف الارض. يبقى انا عرفت كام كونتاكتور في المسار، اضرب في الفولت بتاع اللي هو بي ال في، يقوم يدي لك الايه؟ الفولت على اطراف الاله. وما ينطبق على ده ينطبق على ده ينطبق على ده ينطبق على ده، لانهم كلهم ايه؟ بارلل، كلهم ايه؟ بارلل. ده بالنسبه للفولت. طب بالنسبه للكرنت، الارمتشر كرنت هيساوي 2 ايه في الكوندكتور كرنت، لان الكوندكتور كرنت هو اي كويل اللي هي اي بارلل بار، وعندك هنا عددهم اربعه، فانا لما هجمع كاني بضرب في اربعه. يبقى الكرنت في الكوندكتور هو اي ارمتشر على 2 اي، ده هاي كوندكتور. ولما اجي احسب اي اي اللي هي الفولت، يبقى زد على 2 اي في بي ال في، في بي ال ايه؟ في. فاهمه؟ هنا 2 اي هتبقى دائما ايكوال ل 2 بي ما دام ايه؟ الوايندنج ايه؟ لا. ما دام الوايندنج ايه؟ لا. يبقى 2 ايه هنا ب 2 ايه؟ ب 2. ماشي؟ فهمنا كده اللاب؟ يعني ده بقى اروح انفذ اليوم ولسه طازه ولسه ما اتنسيتش ولسه فاكرها. هتسيبها بعد 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 بكره، او بعد بعد بكره بس، او تسيبها خالص ويما يبقى في امتحانات تبتدي تذاكرها. الناس مش زي بعض. في اللي بيسمع الكلام، في اللي ما بيسمعش الكلام، اوكي؟ انت في الاخر هتمتحن. اعمل حساب هذا اليوم. فتيك كير من دلوقتي ليوم الامتحان. خلي بالك الكلام يبدو سهل. صح؟ سهل. بس لما هيتكون فوق بعضه هيبقى صعب. فما تخلوش يتكون فوق بعضه. لا ما تخلوش ايه؟ يتكون فوق بعضه تيجي تقول الامتحان صعب.
خلاص كده فهمت الكلام بقى اللي احنا هنا بقى بننفذ لك آلة تانية عدد اكتر مش تفهم بس اربع افضل ايش ننفذ اي حاجه احنا واخدين بس 12 لسهوله تمثيلها وعشان نبان خلاص لكن ما ينطبق على 12 ينطبق على 20 المهم ان سي على 2 دي يطلع رقم ايه سي على 2 دي يطلع رقم عندك 10 ارقام يبقى ينفع سي بتساوي 40 ينفع سي بتساوي 30 لكن مش هينفع 35 مش هينفع 42 ما تنفعش تنفع لعدد اخطاء تاني فهمت خلاص يبقى مش اي حاجه هتركب مع اي حاجه ليه كده اللي احنا قلنا بقى مكتوب هنا تقروه طبعا دي حاجه احنا كلنا اتعلم تقرا تكتب حسن مواصفاتك خلاص خلصنا كده بس كده اه والله كده اه والله